بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لقاء جديد في سلسلة اسأل الكحيل. الحقيقة أحببت أن أجيب عن بعض التعليقات التي جاءتني على موقع يوتيوب. هناك الحقيقة أسئلة كثيرة 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 جدا، ولكن أحاول أن أنتقي بعض الأسئلة المهمة ونجيب عنها بسرعة. أيها الأحبة، سأجيب الآن على مجموعة من التساؤلات بسرعة. موضوع القرين، جاءتنا مجموعة من التعليقات. الله سبحانه وتعالى يقول: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. طبعا الفيديو موجود لمن أحب أن يشاهده. يقول هذا السائل: كلامك جميل جدا، بس موضوع القرين في حاجات أو أشياء كتير، زي هو ممكن يعرف السحرة إيه عنك، وممكن يعرف شو بتفكر يعني، فياريت التوضيح. الحقيقة يعني هذا سؤال مهم أيها الأحبة. كثير من الناس يعتقدون أن الساحر يستطيع أن يضرك أو ينفعك أو أن يعلم عنك أشياء غيبية. طب يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم الله خاطبه وقال له في حق بعض المنافقين: لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذا كان النبي لا يعلم ماذا في قلوب الناس، طيب يأتي هذا الساحر ويعرف ما في قلبك، أو حتى الشيطان أو القرين يعرف ما في قلبك؟ لا يستطيع. هذا علم غيبي اختص الله به نفسه سبحانه وتعالى. إذا ينبغي أن نعتقد أيها الأحبة أن هذا الساحر كما قال تعالى أعطاه حجمه الحقيقي، ولا يفلح الساحر حيث أتى، وكما قال سيدنا موسى عليه السلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب كيف الله تعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى؟ لا ينجح، يفشل يعني إذا حاول أن يعرف ما في نفسك يفشل، حاول أن يؤذيك يفشل، حاول أن يضرك يفشل. هذا معنى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وكذلك الآية الثانية على لسان سيدنا موسى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا الساحر هو مفسد في الأرض، والله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. هذا الساحر منبوذ وغير محبوب من قبل الله، والله يقول عنه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. طيب كيف تعتقد أنت أنه يستطيع أن يضرك أو يعلم عنك أشياء لا يعلمها إلا أحد غيرك؟ إذا أردت أن لا يؤثر فيك السحر، لا تعتقد أبدا أن هذا الساحر يستطيع، يعني اعتقد أنه لا يضرك، اعتقد أن الله هو الذي يضر، السحر لا يؤثر فيك، اعتقد يقينا أن هذا الساحر لا يفلح حيث أتى، لا ينجح بأي فعل يأتي، سوف لن ينجح معك، ولكن ينبغي أن تعتقد ذلك. أما إذا اعتقدت أنه يضرك، واعتقدت أن الشيطان له سلطة عليك وله سلطان عليك، يعني هذا استسلام للشيطان واعتراف منك أن الشيطان قادر على أن يضرك، بالفعل يضرك، وإنما سلطانه على الذين يتولونه، من يتولاه ويعتقد به يؤثر عليه الشيطان، له قوة وسلطان وتأثير. أما المؤمن: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يا أخي افقه هذا الكلام رجاء، هذا كلام رب كريم، قانون كوني، هذا مثل 1+1=2. عندما قال لإبليس وذريته وكل الشياطين الأرض وكل سحرة الأرض: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إذن هل أنت عبد لله أم أنت تابع للشيطان؟ حدد موقفك. إذا كنت عبدا لله لن يؤثر عليك أحد
إلا إذا أراد الله ذلك لحكمة هو يعلمها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذن هذا الموضوع ينبغي أن نقفله. ويا أخي الشيطان لو كان له تأثير لذهب وأثر على الدعاة الذين يهدون الناس. الدعاة إلى الله يعملون ضد الشيطان، لماذا لا يؤثر عليهم؟ يعني هذا منطقي، يعني لماذا الساحر لا يستطيع أن يؤثر على حتى النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما سحر لم يؤثر عليه السحر، هي كانت مجرد تخيلات كما خيل لسيدنا موسى، يعني ولم تؤثر على عقيدته، على أقواله، على أفعاله، لم تؤثر، يعني كانت حالة عابرة وانتهت. هذا هو السحر، ليس هو شيء يعني مادة ملموس. إذن أيها الأحبة، هذا الموضوع انتهينا منه. سؤال ثاني، ألا تعني كلمة قرين أنه مرافق، يعني مقترن معنا دائما؟ طبعا. وأنه في الأعمال السيئة؟ طبعا، هذا الشيطان موجود، ولكن ليست المشكلة في وجوده، مشكلة في تأثيره. هل يؤثر أم لا يؤثر؟ هذا السؤال، هل تعتقد به أم لا تعتقد؟ أنا ما الذي يهمني إذا كان موجود أو غير موجود؟ لتجتمع شياطين الأرض كلهم، يعني يجتمعوا، لن يؤثروا عليك، ليس لديهم سلطان، يعني سلطان بمعنى قدرة على التأثير عليك. لا يستطيع، حتى لو اجتمع إبليس وكل أباليس الأرض وكل، لا يستطيعون أن يؤثروا عليك ما دمت تعتقد أن الذي يضر وينفع هو الله. فإذا القرين موجود، يحاول أن يوسوس لك، ولكن ما دمت مع الله، ما دمت تعتبر نفسك عبدا لله، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذا ما دمت تعتبر نفسك عبدا مخلصا لله، فأنت لن يؤثر عليك الشيطان أبدا. هنا أحد الأحبة يقول القرين إنسي وليس جني. أنا أول مرة أسمع هذه المعلومة، هناك تشابه في الجسد بينه وبين الجن. اقرأ سورة الناس. طبعا هناك شياطين من الإنس، القرآن يقول شياطين الإنس والجن، موجود هذا، يعني الإنس هناك شياطين، ولكن القرين الذي يرافقك دائما مختص بإغوائك هو من الجن، لأنك لا تراه. الله تعالى يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن هذا الشيطان موجود ولكن لا تراه، وليس له تأثير عليك ما دمت مؤمنا، وهو من الجن. يعني الله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. كلمة شيطان في القرآن ما دامت لم تحدد جنس هذا الشيطان فهو من الجن. يعني مثلا في قصة سيدنا آدم، فوسوس إليه الشيطان، الشيطان الذي وسوس لآدم ليس من الإنس، هو لأنه لم يكن هناك إنس إلا سيدنا آدم وزوجته حواء، هو من الجن طبعا. إذن أيها الأحبة، هذا الاعتقاد أن القرين من الإنس غير صحيح، إنما هناك قرين لك، صديقك الذي تصادقه وتخلو به، الأخلاء الذين يخلون إلى بعضهم ويكونون شديدي الصلة ببعضهم، ويمكرون ويرتبون الأشياء مع بعض ويعملون مع بعض إلى آخره، وتكون أسرارهم مع بعض. هؤلاء في الدنيا يكونون أعداء يوم القيامة، إلا المتقين. الأخلاء، الخل يعني الذي يخلو بصاحبه، أسراره لا يعطيها إلا له. هؤلاء من شدة، يعني يريد القرآن أن يصور لك أن هؤلاء الأخلاء على الرغم من اقترابهم من بعض وطول الوقت مع بعض، يوم القيامة سيكونون أعداء، إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن هؤلاء الذين يتآمرون والذين يمكرون ستجدهم أعداء يوم القيامة.
هنا سيعني أختم بسؤال أرجو في آيات قرآنية نقرأها لشفاء الأمراض الجلدية. الحقيقة أيها الأحبة، يعني أنا أعتقد شخصيا، طبعا نحن الآن نتحدث خارج أبحاث العلماء، لأن العلم لا يعترف بتأثير القرآن على الأمراض، ولا يعترف بوجود الروح، ولا يعترف أن القرآن كلام الله، أصلا لا يعترف بوجود خالق. أنا تجربتي مع هذا القرآن أن فيه آيات بالفعل تشفي من أمراض معينة، أنا جربت ذلك كثيرا، وبالنسبة لي أعتقد هذا اعتقادا جازما، أن هناك آيات محددة إذا كررت أكثر من مرة، بخاصة الرقم 7، يعني له أثر كبير في الشفاء، فإنه يشفي من الأمراض الجلدية. يعني مثال على ذلك، أنا حدثت معي كثيرا أن يكون هناك بعض التآليل أو بعض الحبوب هذه الصغيرة، الزوائد الجلدية، هذه الثآليل تسمى، ثؤلول تألول إلى آخره، هذه عجز الطب عن علاجها، لا يعرفون سببها أصلا، لا يعرفون لماذا تنشأ عند شخص ولا تنشأ عند شخص آخر. حتى بعض الأطباء فشلوا في علاجها، لجأوا إلى القرآن. أقول لكم هذا معلومات يعني أنا رأيتها. هناك آية في القرآن الكريم تقول في سورة البقرة، سنأخذ الجزء فقط الذي له مفعول على هذه الحالة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأنت تتلو هذه الآية 7 مرات وتتخيل وكأن هناك ماذا؟ هناك إعصار سيزيل هذه الزوائد. بالإضافة إلى آية أخرى في سورة سيدنا إبراهيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قبل ذلك الآية تقول، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. تتخيل كأن هذه الزوائد لها جذور وأنها شجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. هذا المقطع من الآية تكرره 7 مرات أيضا، مع قراءة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي 1 أو 3 مرات وآخر 3 سور من القرآن، وهي سورة الإخلاص والفلق والناس المعوذتين، كل واحدة 3 مرات. هذه التلاوة عندما تكررها كل يوم لمدة مثلا 7 أيام أو 14 يوم أو مضاعفات رقم 7، ستجد أثرا مؤكدا لشفاء بعض الأمراض الجلدية. هناك أيضا آية أخرى أنا أحب أن يعني أنا كررتها كثيرا، وفيها ذكر للجلد. الله نزل هذه الآية، رقمها 23 في سورة الزمر، العدد 23 هو عدد سنوات نزول القرآن، وهذه الآية تتحدث عن نزول القرآن، يعني هذه لطيفة قرآنية. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. هذه الآية أيضا تكررها، لها أثر على شفاء بعض الأمراض الجلدية. وكل آية من القرآن، يعني أنا أعلمكم طريقة كيف تختار الآيات المناسبة للشفاء. هذا المرض مثلا إذا كان هناك يعني شيء يتعلق بعدم القدرة على النطق، بعض الأطفال لديهم مشاكل في النطق، هناك آية أيضا أيها الأحبة في سورة فصلت، الله تبارك وتعالى يقول، ويوم يحشر
أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا، هنا الآية التي يجب أن تكررها، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الجلد ينطق يوم القيامة، هذا الجلد ينطق. وهذه الآية تساعد على النطق، تساعد على حل مشاكل النطق. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. تكرر أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهكذا تكرر هذه الآية. وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يجب أن تقرأ الآية كاملة وتكرر المقطع الذي تظن أن له تأثير، ويجب أن يكون لديك اعتقاد جازم أن هذا القرآن يشفي، وإلا لن تستفيد منه شيئا. الآية الثانية، سيدنا موسى كان لديه ربما مشاكل في النطق، كان لا ينطلق لسانه عليه السلام، فعلمه الله سبحانه وتعالى دعاء، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هنا واحلل عقدة من لساني، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فمثل هذه الآية أيها الأحبة لها أثر قوي جدا على علاج بعض الأمراض. لذلك أنا أنصح كل أخ لديه مشكلة أن يلجأ للعلاج بالقرآن ويأخذ بالأسباب. الطب الحديث موجود، والنبي أمرنا أن نتداوى. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، أمرنا تداوى وعباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. فهذا الدواء ما دام موجود ومتوفر وتستطيع أن تستخدمه، إلجأ إلى الوسائل المتاحة، ولكن يجب في داخلك أن تعتقد أن الشفاء لا يكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن فيه قوة شفائية يمكن أن تشفيك من أي مرض سواء نفسي أو جسدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن شفاء لما في صدورنا، إنه سميع قريب مجيب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.